تقدمي و الأخوات وإطاري مبادراتهما المشتركة، ينظم كل من حزب الاتحاد الشرقي للقوات الشعبية وحزب التقدم الشرقية. هذه محطة في المحطات الأساسية في اتفاق مشترك بين حزب التقدم والاشتراكية، وجات السياق ديال المرحلة نقاش حول مدونة الأسرة بما تعنيه من حقوق لكافة أطراف الأسرة طفلا وامرأة وأسرة. ولذلك غادي يكون أول موقف علني ابتداء من اليوم للحزبين فيما يتعلق بالمطالب النسائية، خاصة وأننا اخترنا أن تكون هذه الجلسة جلسة إنصات. نستمع لكل التعبيرات النسائية المنظمة في إطار جمعيات ديال المجتمع المدني وديال الحقوقي، أي الحركة المدنية المجتمعية النسائية. هذه التعبيرات نحن عارفين مواقفها انطلاقا من متابعتنا لتعبيراتها المختلفة حتى أمام اللجنة الملكية المكلفة بهذا الحوار. هذه التعبيرات بغينا نسنديرو نختمو بالإنصات لها مباشرة لنعلن في النهاية عن موقفنا كحزبين، واللي لا شك أنه امتداد لكل المواقف المعبر عنها من طرف الأحزاب اليسارية والديمقراطية والتقدمية وكذا المنظمات الحقوقية وكذا كل الجمعيات النسائية الحداثة. إذن هي محطة من سياق عام اللي هو العمل المشترك للحزبين والتنسيق المشترك للحزبين، ثم هي محطة كذلك فيما يتعلق بقانون الأسرة والتعديلات التي ستدخل عليه بعد طلاع نظر سامي لجلالة الملك على نتائج إشغال اللجنة الملكية. يعقد كل من حزب التقدم الاشتراكي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم هذا اللقاء التشوري مع المنظمات والجمعيات النسائية الديمقراطية والحداثية بأفق إفراز وإبراز نقط الالتقاء المتعددة والمتنوعة بيننا من أجل أن يكون لنا تأثير إيجابي على مضامين الإصلاح المرتقب بالنسبة لمدونة الأسرة التي ينتظر أن تشكل قفزة نوعية حقيقية بالنسبة لمسيرة ومعركة المساواة بين المرأة والرجل في بلادنا، وهكذا تستمر وتتقوى مختلف المبادرات المشتركة بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبين حزب التقدم الاشتراكية بأفق التأثير على المسار السياسي الوطني عموما. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.